علمتني الحياة في ظل العقيدة أن الاجتماع والألفة بين المؤمنين قوة، وأن التفرق والتشتت ضعف، فإن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، وما المرء إلا بإخوانه، كما تقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطوعة، ولا خير في الساعد الأجدم. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا أو خير من أخ صالح يذكره بالله، فإذا رأى أحدكم من أخيه ودا فليتمسك به، تمسك به مسك البخيل بماله، وعض عليه بالنواجذ تغنم. ويقول الحسن عليه رحمة الله: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا، وإخواننا يذكروننا بالآخرة، ويعينوننا على الشدائد في العاجلة. يقول عمر رضي الله عنه: والله لولا أن أجالس إخوة لي ينتقون أطايب القول كما يلتقط أطايب الثمر لأحببت أن ألحق بالله الآن. وها هي جماعة من النمل تصادف بعيرا، فيقول بعضها: تفرقن عنه لا يحطمكن بخفه، فقالت حكيمة منهن: اجتمعن عليه تقتلنا، تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، وإذا انفردن تكسرت آحادا. بنيان واحد، جسد واحد، أمة واحدة، لو كبرت في جموع الصين مئذنة سمعت في الغرب تهليل المصلين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.